يلا السلام عليكم. صباحكم الله بالخير جميعا. مبارك عليكم على عوائلكم الكريمه. اتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله في قابل الايام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ويقر عيون ابائكم وامهاتكم. مبارك عليكم هذا الجهود، مبارك عليكم التخرج ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. خريج كلية القانون جامعة الكفيل للعام الدراسي 2021، تواصلت الجهود في بناء جيل واعي متقدم برغم ظروف الجائحة التي يمر بها العالم عامة وخصوصا العراق، وبرغم ذلك فنحن واثقون من خطواتنا إن شاء الله في مواصلة المسيرة التعليمية ومسيرة بناء العراق نحو مستقبل أفضل. شكرا جزيلا لعمادة كلية القانون جامعة الكفيل، وهي ترفل بالعز دائما وفي تخريج دفعات لها شأن عظيم إن شاء الله في بناء مستقبل العراق العظيم. شكرا لكم. أهدي تخرجي ونجاحي إلى والدي العزيز، والدة العزيزة، إلى الأصدقاء، الأساتذة الأحبة، إلى جميع من علموني في مراحل دراسية وأصدقائي الذين رافقوني في المرحلة الدراسية